طيب خلينا نروح لموضوع تاني، وهو انه النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي لتنظيم الاسره، واللي بيوافق يوم 26 سبتمبر من كل عام. بدايه الاحتفال باليوم ده كانت في عام 2007 لما قررت عدد من المنظمات الدوليه المعنيه بتنظيم الاسره تنظم اليوم ده لزياده الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الازواج من اتخاذ قرار مستنير بشان تكوين اسره، بحيث يكون كل حمل مطلوب، وكمان محاوله تجنب الحمل غير مرغوب في قدر المستطاع. الجميل أن مصر بتقوم بدور قوي جدا وكبير جدا في موضوع تنظيم الأسرة، وكمان في حملات كبيرة ورؤية علشان القضاء على الأزمة السكانية اللي بتلتهم التنمية في مصر. تفاصيل أكتر خلونا نعرفها من الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اللي منورنا عبر زوم. صباح الوردة على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكي وعلى مشاهدينك الكرام، صباح الخير. دكتور، في البداية خلينا نعرف من حضرتك أهمية تنظيم الأسرة إيه؟ إحنا شايفين الاهتمام زايد جدا بالموضوع ده ويعني مركزين عليه جدا، فخلينا نعرف أهميته إيه؟ والله إحنا هنا لما نتكلم على أهمية تنظيم الأسرة بنتكلم على شقين مهمين جدا. الشق الاولاني انه تنظيم الاسره ده وسيله لان الاسره يبقى عندها العدد اللي هي شايفاه مناسب من الاطفال، وانه استخدام تنظيم الاسره بيتيح للدول ان هي تحقق السياسه السكانيه بتاعتها اللي هي بتهدف الى ضبط النمو السكاني بالشكل اللي هو يتناسب مع امكانيات الدوله. يعني الدوله ليها امكانيات والاسره ليها امكانيات، فالفايده للطرفين في عمليه ايه؟ ضبط النمو السكاني، وان الاسره يبقى عندها وسائل من خلالها تقدر تقرر امتى يحصل حمل، امتى نتوقف، امتى نباعد، وهكذا. ده الشق الاولاني. الشق الاولاني ان استخدام وسائل تنظيم الاسره ده له فايده صحيه. ودي النقطه يعني قد تخفى عن البعض، يعني خلينا نقول انه ثبت علميا وبالابحاث وبالدليل القاطع ان استخدام وسائل تنظيم الاسره يقلل وفيات الامهات لاسباب متعلقه بالحمل والولاده بنسبه 30%، وكذلك نفس الشيء الوفيات المتعلقه بالمواليد والمشاكل اللي بتحصل حديث الولاده نتيجه الولادات متكرره. اذا الفوائد الصحيه دي جايه منين؟ جايه من ان فكره المباعده بين حمل واخر وولاده طفل واخر ده ممارسه صحيه. دي ممارسة صحية بتعطي للأم فرصة إن هي تستعيد صحتها، وإن هي المخزون من العناصر الغذائية في جسمها يرجع يتحسن تاني علشان تستعد للحمل آخر، وهكذا. وإن السيدات اللي بيستخدموا وسائل تنظيم أسرة زي الوسائل اللي هي مثلا بتساعد على ضبط الدورة الشهرية أو تقلل من كمية دم الحيض، دي بتمنع بتحمي من الأنيميا، فدول سيدات ممكن تكون فرصة الأنيميا عندهم أقل. في نقطة تانية، مثلا أقراص منع الحمل، السيدات اللي بتستخدم أقراص منع الحمل أقل عرضة إن هي يجي لها آلام الدورة الشهرية، فدي حتى بتكون علاج في بعض الحالات، وهكذا. إذا لو قعدنا نعدد المزايا الصحية يبقى لازم دي نقطة نركز عليها ونرد بيها على الناس اللي هم ساعات بيروجوا للإشاعات المتعلقة باستخدام الوسائل وكده يعني. فاحنا بنتكلم على فوائد صحيه وبنتكلم على فكره تنظيم الاسره والمباعده بين الاطفال ولتحسين صحه الام والطفل. طب خلينا نعرف من حضرتك ازاي الدوله تستفيد من الملف ده وتحوله لتنميه مستدامه؟ احنا عندنا حاجه اسمها العائد الديموغرافي او الفرصه الديموغرافيه، دي بتحصل في الدول اللي قعدت سنوات طويله نتيجه لكثره المواليد والخصوبه العاليه بقى عندها قاعدة عريضة من صغار السن. المفروض ان دول في وقت معين بيدخلوا في سن العمل والانتاج. فانا لما اجي بقى اضبط نسبة الزيادة السكانية بحيث القاعدة العريضة من الاطفال والوضع دي تقل ويبدا الصغيرين دول يخشوا في مرحلة سن العمل ويبقوا منتجين، دي بتحقق يعني عائد اقتصادي. فهي عشان يتحقق العائد الاقتصادي لازم اعمل حاجتين، اقفل حنفيه الانجاب شويه، يعني اضبط النمو السكاني بحيث القاعده العريضه دي تتلم، ويحصل ان الشريحه بتاعت السكان في سن الانجاب تزيد، بس مش تزيد وخلاص، اوفر لهم تعليم افضل، اوفر لهم فرص عمل افضل، فيحصل انتاجيه، يحصل دخل اعلى، فبص الاقي ان الدول دي تقدر تحقق عائد اقتصادي. فاحنا المرحله اللي احنا فيها دي
لو قدرنا نعمل الحاجتين مع بعض، اضبط شويه عمليه الانجاب واقلل شويه القاعده العريضه من صغار السن، واهتم بالتعليم الجيد والتنميه وتوفير فرص عمل جيده، هلاقي نفسي دخلت في طفره اقتصاديه جيده، ودي كلنا بنحلم بيها يعني. أكيد المشاريع العملاقة والحملات الضخمة اللي بتعملها الدولة حاليا فيما يخص هذا الملف، شايف أهميتها إيه؟ طبعا مهم جدا، لان انا جزء كبير من القضيه السكانيه يرجع الى عدم الوعي، ويرجع الى معلومات مغلوطه، ويرجع الى ثقافات المجتمع المصري في كثير من المحافظات، وكثير من المجتمع الوجه القبلي والوجه البحري، فكره الاسره الكبيره وفكره العزوه وفكره، طبعا يعني الكلام ده كويس، بس لا يعني انا لازم وانا بخطط لاسرتي ابقى عارف امكانياتي الاقتصاديه وامكانيات الدوله الاقتصاديه اللي انا عايش فيها، ونلغي فلازم مفهوم ان الطفل بيجي برزقه لانه مفهوم خاطئ تماما. المفهوم ان انا يعني كل حاجه بعملها في حياتي طبعا بنتوكل على ربنا، بس بنعمل اللي علينا يعني، اكيد. نتوكل على الله ونعمل اللي علينا ونجتهد، وما فيش حاجه تمنع يعني، ما عندناش ما جاتلناش طبعا، مش عايز انا اتكلم في الدين لاني لست راجل دين، لكن فتوى الازهر وفتوى الكنيسه صريحه انه لا تعارض في تنظيم الاسره واستخدام وسائل تنظيم الاسره، اكيد. ما فيش فيها قضيه ممكن انها تثار يعني. يعني فبالتالي انا يعني الدوله الدور التوعوي اللي بتقوم بيه مهم جدا، لانه انا عندي مع ان يعني استخدام وسائل تنظيم الاسره في مصر وصل لمرحله جيده، ان انا تقريبا 66% من السيدات المتزوجات في سن الانجاب بيستخدموا وسائل تنظيم الاسره، لكن انا عندي الاحتياج يصل ل 80%، اذا عندي 14% لسه ما وصلتهمش، دول محتاجين ولكن انا لسه ما وصلتهمش. هوصل لهم ازاي؟ بالوعي والوصول بالخدمة إلى بقى كل أطراف الدولة، من المناطق النائية، من القرى، من النجوع، كل دي فيها سيدات في سن الإنجاب وبينجبوا، وساعات الإنجاب ده بيكون غير مخطط لهم، لأن المساحات والدراسات اللي عندنا بتقول إنه يعني من كل 5 ولادات ولادة منهم ما كانتش متخطط لها، بنسميها حمل غير مخطط له، unwanted pregnancy، فدي نسبة عالية يعني 20%، فدي برضو انا لو انا يعني وقفت ال 20% دي انا بعمل انجاز، اذا انا قضيت على 14% بتاعت الحاجه الغير ملبيه للسيدات اللي هم مش عايزين اطفال او عايزين يتوقفوا او يبعدوا ولكن لا يستخدموا، لو قدرت اوصل لهم برضو ده انجاز كبير، فده الانجاز ده عشان اوصل له، هي بقى الدوله اللي بتعمله من الحملات التوعويه والوصول بالخدمه بقى من خلال الحملات اللي بتوفر الخدمه والدعوه الموجوده للمبادره بتاع تحسين صحه المراه واستخدام صحه واستخدام خدمات الصحه الايجابيه بما فيها خدمات تنظيم الاسره، دي كلها طبعا يعني المفروض انها ينتج عنها ان احنا نحقق المستهدفات بتاعتنا بالنسبه للاستراتيجيه السكانيه. واحنا بنتكلم عن المشاريع الضخمة والحملات القوية جدا فيما يخص التوعية بموضوع السكان أو الزيادة السكانية، احنا برضو شفنا مؤتمرات وشفنا مؤتمر السكان والصحة والتنمية اللي كان لسه مقام قريب يعني عندنا في مصر، فعايزين نعرف أهمية المؤتمرات دي كمان بالنسبة للتوعية ايه، وكمان القرارات اللي بتصدر بعد المؤتمرات دي أهميتها كمان بيكون ايه؟ طبعا المؤتمرات دي مهمه جدا في على محاور على اصعده او محاور مختلفه، منها مناقشه الوضع الحالي، نتحدث احنا فين، وبالذات احنا بنتكلم على المؤتمرات دي، المؤتمر كان مؤتمر دولي ما هوش مؤتمر محلي، يعني بنتكلم احنا فين في مصر وبنستمع للاخرين صحيح. وبنشوف تجاربهم ونجاحاتهم واخفاقاتهم وتغلبوا عليها ازاي. اذا هي فرصه جيده ان انا اعرف انا فين، انا ايه اللي انا عايز اوصل له، واحط توصيات واتابعها، بالذات انه يعني كان يعني من يعني في الافتتاح بتاع المؤتمر السيد الرئيس قال احنا عايزين المؤتمر ده يتعمل كل سنه. كل سنه ده معناه ان انا اول بند في بنود الاجنده بتاعت المؤتمر بتاع السنه الجايه لازم نسمع احنا عملنا ايه في السنه اللي فاتت،
احنا كنا عايزين نحقق المستهدفات 1 2 3 4 وصلنا لهم بنسبة قد ايه، حققناهم ولا لا، صحيح. ونبدأ بقى يبقى عندنا متابعة دقيقة، وده اللي كان بينقصنا في الفترة اللي فاتت في تحقيق الاستراتيجيات بتاعتنا، ان صحيح. المتابعة الدقيقة ما كانتش متوفرة لدرجة ان انا افاجأ بعد كذا سنة لما اجي اعمل مسح او دراسة الاقي نفسي متعطل في حتة، ما حققتش انجازات في جزئية، التقدم اقل من اللي كنت يعني متوقعه او بشتغل عليه. فدي نقطة مهمة. نقطة بقى تبادل الخبرات والاستماع إلى تجارب الآخرين، دي برضه نقطة في غاية الأهمية. وبعدين التغطية الإعلامية اللي بتنتج عن هذه المؤتمرات نوع من التثقيف للمجتمع، بيسمعوا الناس قالت إيه، وإيه الدراسات اللي بتتكلم على السكان وتنظيم الأسرة، إيه الجديد فيها. طبعا كان المؤتمر ده كان شيء جميل، فيه كان فيه طبعا ورش على هامش المؤتمر لشباب الاطباء يتعلموا ويسمعوا، احنا عايزين جيل من حقيقي الاطباء مهتم بتنظيم الاسره ويقدر ان هو يؤدي دوره فيما بعد. حقيقي طبعا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان.